كيفك؟ الحمد لله بشكر الله. من وين انت؟ من مدينة إدلب. من المدينة؟ من محافظة إدلب. لا لا، من المدينة ولا من المدينة؟ من المدينة. شو صاير معك؟ والله أنا هون بالصواعق بيتي. ايه. نايمين فجأة ما لنا شيء غير صارت هز الأرض، وقع الحيط علينا والسقف. الحمد لله ما حد اتأذى، بيناتنا كلنا نايت وسلامة عمي. نحن حين جينا صارت هالهز الأرض هاي، وجينا لقينا السقف والحيط لا توقعنا الحمد لله، يعني ايش نسوي؟ الحمد لله من رجاء الله. انت ومين قاعد في البيت؟ انا وابي وحرمتي وامي واخواتي وعندي اخت صغيره. انت شوي، انت وابوك وحرمتي وزوجتك وزوجتي وامي. أيوة. وعندي خوات تنتين صغار. انت عندك اولاد؟ لا، عندي غير طفل صغير. الحمد لله ما حدا صار له الحمد شيء. لله ما حدا صار له شيء، والحمد لله الحمد لله على كل شيء. والله تعباني ليك عشان مشتغل. طيب هذا الحي اللي قاعد فيه شو اسمه قلت لي؟ حي الصواعق. الصواعق؟ حي الصواعق. انت نازح من الاساس؟ نازح. انا نازح من مدينه ادلب، من لما رايح مدينه ادلب. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. أول شيء هي 500,000 لعائلتك، يعني أبوك و... وأمك وأخواتك. الله يعطيك ألف عافية يا رب. وهي 500,000 تانية دعم كمان من برنامج ناس بعض لبعضها. الله يخلينا يا ولعائلتك. الله يخلينا يا رب. أنت عندك طفل واحد؟ عندي طفل واحد اسمه محمد. على راسي أبو محمد. على راسي والله. على راسي الشادي. وأهل إدلب. على راسي. الله يخلينا يا رب يا رب. أتمنى من جوا قلبي إنه أطلع على ريف إدلب. والله متشرف. وروح دور كل هالعالم وزورهم واخذ منهم معنويات واقول لهم البقيه في حياتكم للي استشهد، والله يشافي كل اللي تضرر بالزلزال. الله يسلمك يا رب. والله متشرف فيك. على راسي. سلام. على راسي. انت يعني ملاحظ لي هالامامير هدول ثلاث بنات بنتين وصبي؟ بنتين وصبي. اه بنتين وصبي. مرحبا. يا اهلا العمو. كيفك؟ عروس بعضهم ما شاء الله. الحمد لله. ثلاثة أولادك؟ لا اثنين الحمد لله. هي أختي. أختك صغيرة؟ أيوة. شو اسمك أنتي؟ ليلى. شو اسمك يا عمو؟ شو اسمك؟ يلا ليلى. مثل زين عندي هيك بتتجأور. الله يخلي لك. طيب أبو النور أعطيني واحد زائد واحد. قولي اثنين. قولي اثنين. لك قولي اثنين. طيب تفضلي خدي من عمو. يلا يلا خير. يلا شو اسمها هي بنتك؟ بنان. بنان؟ بنان. هي على راسي. الله يخلي راسك يا بدون سؤال تفضلي. يا ويل قلبي انا على الاشقر. شو اسمه؟ فراس. ها؟ فراس. كيفاس؟ فراس. فراس ابو الفوارس. يلا الله يخليك ياهم يا رب. الله يسلمك يا رب ويجعلك دايم. الله يخليك. اللي بدهم يصوروا هات. اي والله بس صورة. هات الموبايل لك. واحد زائد واحد. نور بوجودكم يا حبيبي. ولك دخيل العيمتين هدول لك. يلا مرحبا. اهلا. كيفك؟ الحمد لله. شو اسمك انت؟ شام. شام. شام يا شام. اين صف؟ رابع. شاطره ولا شو؟ شاطره. اكيد جواب نهائي. 3 زائد 2 5. برافو عليك يا شطوره. وين ساكنين انتو؟ شو مزارع جبرين. مزارع جبرين. شو كيف امور الزلزال؟ صار شيء في بيتكم كذا؟ والله تشقق بس خفيف يعني ما اكثر الحمد لله. من وين حضرتك؟ انا الاصل من حماه بس بانت دار ليلي وانتقلت لفوق صرت بمزارع جبرين. شو بتشتغل؟ كهرباء. والله تنديد كهرباء. طول لي في عمرك. والله يسلم ايديك. شام جابتني من السياره ابوس قلبه انا. يلا السلام عليكم. أنا ساكنة جنب أهلي بالبناية اللي جنبون. إيه سهرانة عندهم للوحدة ما فيهم أي شيء. الساعة 4:17 صار الزلزال. بطلع بتفاجأ إنه بيت المبنى كله واقع وأهلي ولا حدا منهم. طلعت هيك ولا أنا ما عرفت أخي يعني ولا هالشخص كله دم ولا أخي عم بيصح لي. عم ينادي لي التلتفت هيك ولا أخوي محمد قال لي شيليني لكي أهلك كلهم ماتوا. شيليني لك أهلك كلهم ماتوا. أخذته على مشفى العموري لأخي. للظهر صار يجيني خبر والدتي بالمشفى الوطني. أولاد أخوي اثنين بالبدر، واحد مات والثاني عايش. ومرت أخي راحت. والعائلة كالباقي كلهم مكسر وكلهم عمليات بالبيت.
مين كان موجود بالبيت؟ كان أخي وولاده ومرت أخي ووالدتي. والدتك شو صار فيها؟ والدتي مكسور حوضة كلها مقصولة أصبعتها ورضوض وراسها، يعني حالتها كتير تعبانة. وأخوكي؟ أخي إيده مكسورة وعنده رضوض بصدره وعملية برجله. ومرت أخوكي؟ مرت أخوي توفيت. كم ولد أخوكي عنده؟ كان عنده 3 صبيان وبنت، هلأ راح صبي باقي صبيان وبنت. راح صبي بالزلزال كمان؟ إيه بلال هو وأمه. يعني أنتوا عنكم شهداء مرت أخوكي وابن أخي. إيه أمك أمورها منيحة بس مكسرة؟ تعبانة أمي، يعني في سنة ما بتقدر توقف على رجليها، ما إذا وقفت يعني أروح شوف وضعها. لا أنا بدي أحملك أمانة لقلهم لو سمحتي. تكرم عينك وحمل على سلامتكم. الله يسلمك. والبقية في حياتكم. الله يسلمك. أول شيء 500,000 هاي مقدمة من برنامج ناس بعضها لوالدتك. الله يجبرك. أعطيني 1,000,000 وهي 1,000,000 ليرة لأخوكي وولاد أخوك. الله يعطيك ألف عافية يا أستاذ شارع. والبقية في حياتكم. الله يسلمك يا أستاذ شارع. والحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. والله يجعل خاتمة المصايب إن شاء الله. الله يسلمك يا رب. السلام عليكم. مع السلامة. خلي بالك على بلادك، على جارك، على أولادك، على أرضك هاي الطيبة، على سوريا الحبايب.